تواصل مصر جهودها لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة رغم العراقيل من الجانب الإسرائيلي. هذا وتستمر قوة الاحتلال في اتباع سياسة التجويع من خلال تقليص عدد الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وأدوية في الوقت الذي يحتاج فيه قطاع غزة إلى معونات لمجابهة الجوع والمرض. المزيد مع زميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم كل الجهود المصرية المبذولة من أجل إنفاذ المساعدات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم وبعد عطلة يوم السبت والتي منعت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي من دخول عدد كبير من الشاحنات المصرية، اليوم بالفعل استئنفت حركة الشاحنات من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم. نتحدث اليوم عن عبور حوالي 60 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية ومعونات مختلفة. قوات الاحتلال الإسرائيلي سمحت ل 20 طن من الشاحنات التي تحمل مواسير لمياه الصرف الصحي للعبور من منفذ كرم أبو سالم، هذا بالإضافة إلى أربع سيارات أو أربع شاحنات من السولار، ومنعت حوالي 10 شاحنات تحمل أدوية وخمس شاحنات تحمل طحين من تفريغ حمولتها. كل هذه الشاحنات عادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح دون أن تفرغ حمولتها. إذن نحن أمام يعني تعنت كبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من نقص كبير في المواد الغذائية والإنسانية والطبية والدوائية، وانهيار كامل للمنظومة الصحية والتعليم والبنية التحتية، وأيضا انتشار الأمراض والأوبئة. هذا المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.